رفض ممثلو توارق في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودة لجنة التوافقات، وطالبوا بإقرار ضمانات دستورية للعدالة في التنمية والتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية والمناطق المنتجة للثروات الليبية بمختلف أنواعها. ودعا الممثلون في بيان أمس الثلاثاء إلى اتباع الآليات التي أقرها الإعلان الدستوري لإشراك الجميع والابتعاد عن فرض منطق المغالبة. مزيد من التفاصيل زوروا الوسط.net.